السادة المشاهدين، السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، جمعتكم مباركة وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. أحرار دمار يستقبلون 8 من شباب الثورة المفرج عنهم، وجمعة ثورتنا معتقلة تطالب بإقالة النائب العام. خطيب عدن يبعث برسالة تقدير لوزيرة حقوق الإنسان على دورها في تحرير معتقلي الثورة. مستهل النشر، بسم الله الرحمن الرحيم. احتشد الالاف من ثوار العاصمة في جمعة ثورتنا معتقلة، في اشارة الى استمرار اعتقال 5 من شباب الثورة، اضافة الى مطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسرا، واقالة النائب العام الذي قالوا انه انتهك القانون واساء للقضاء اليمني من خلال استغلال المنصب الذي اوصله اليه الرئيس المخلوع. وتأتي هذه الجمعة بعد الافراج عن 17 معتقلا من شباب الثورة امس الخميس من السجن المركزي صنعاء، بعد عامين من الاعتقال دون محاكمة في أمر يخالف كل القوانين النافذة، فيما تم استثناء 5 آخرين من شباب الثورة وهم إبراهيم الحمادي وشعيب الجعبري وعبد الله الطعامي وغالب العيزري ومحمد عمر من قرار الإفراج، وهو ما أثار حفيظة الثوار الذين أعلنوا مواصلة تصعيد احتجاجاتهم حتى الإفراج عنهم وتقديم المتورطين في الانتهاكات التي تعرضوا لها للمحاكمة. خطيب الجمعة الأستاذ فؤاد الحميري طالب بسرعة إطلاق الثوار المعتقلين والمخفيين قسرا، وقال إذا كان البركان قد قلع العداد للمخلوع فالنائب العام يريد اليوم قلع عداد الرئيس هادي برفضه لأوامره. استقبل حشد من أحرار محافظة دمار 8 من شباب الثورة المفرج عنهم من السجن المركزي بصنعاء بعد عامين من اعتقالهم، وتقدم المستقبلون القيادات الثورية بالمحافظة وممثلون عن المكونات الثورية. ففي مديرية ذمار كان شباب الثورة في استقبال كبير للشابين محمد المتسم من أبناء منطقة المواهب وعبد الله جعدور من أبناء منطقة المحلة ومحمد الضبياني من قرية العقم، استقبالا كبيرا يليق بنضالاتهم. وفي مديرية ظوران أنس كانت حشود شباب الثورة في استقبال 4 من أبناء المديرية المفرج عنهم، وهم محمد القرهني وعبد الخالق أبو روية وتوفيق الزهدني وسعد الهدادي. وقال المعتقلون انه بفضل الله عز وجل الذي من علينا بالفرج، والشكر لشباب الثورة الذين اعتصموا معنا داخل السجن المركزي ووزيرة حقوق الانسان حوريا مشهور والمحامين والحقوقيين في مقدمتهم محمد ناجي علا وعبد الرحمن برمان وخالد الانسي وفؤاد الحميري وحمزة الكمالي، والى اهالينا وشباب الثورة المتضامنين معنا في كل مكان. إلى عدن، حيث وجه خطيب جمعة الإفراج عن معتقلي الثورة في ساحة الحرية بعدن الأستاذ محمد وجيه بهارون، وجه رسالة شكر وثناء وتقدير واحترام إلى وزيرة حقوق الإنسان على مواقفها الشجاعة والإنسانية من أجل الإفراج عن معتقلي الثورة، مؤكدا أن حوريا مشهور لعبت دورا بطوليا وأخلاقيا وإنسانيا في عملية الإفراج عن شباب الثورة، مضيفا أنه يبقى استكمال تحرير بقية المعتقلين والمخفيين وإحالة المتورطين في تلك الانتهاكات إلى القضاء. وعبر خطيب عدن عن استيائه من الموقف المتخاذل للنائب العام والتفافه على قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين. وعن قضية الكهرباء أكد خطيب الثورة بعدن أن الجهود المبذولة للتغلب على أزمة الطاقة في عدن لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، موجها نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية بسرعة حل مشكلة الكهرباء في عدن والتي تمر
تمر بمرحلة ترتفع فيها درجة الحرارة إلى مستوى غير مطاق. من قلب ساحة الحرية في عدن لا يسعنا إلا أن نوجه رسالة شكر وثناء وتقدير واحترام إلى وزيرة حقوق الإنسان التي وقفت موقف فيه من الرجولة والعزيمة حتى استطاعت بإذن الله إخراج أحبابنا وإخوتنا معتقلي الثورة، فجزاها الله عنا خير الجزاء وكتب الله لها الأجر. لم تتصرف مع أبنائها شباب الثورة كوزيرة، لا، لكنها تعاملت معهم كأم حنون وبكل إنسانية، فلك منا كل الاحترام والتقدير. ونذكرك يا وزيرة حقوق الإنسان بشبابنا المخفيين قصرا، وإنا واثقون بك بعد الله عز وجل بأنك لن ترتاحي حتى يتسنى لنا معرفة أحوالهم ومصيرهم، وهذا أملنا بك. إلى تعز، حيث أدى الآلاف من شباب الثورة بساحة الحرية بالمحافظة اليوم صلاة الجمعة معا تعز آمنة وخالية من السلاح، وذلك للتنديد بالانفلات الأمنية الذي تعيشه المحافظة والذي حصد أرواح العشرات من أبنائها. ومن تعز إلى بكين، حيث أكد رئيس شعبة العلاقات الخارجية بالدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح المهندس عبد الله محسن الأكوع أن العالم العربي اليوم يتطلع إلى شراكة اقتصادية واسعة مع الصين في العديد من المجالات، وبالذات في مجال البنى التحتية والاستفادة من خبرة القيادة الصينية في تحريك عوامل النمو في بلداننا بالقدرات البشرية الموجودة والسعي لتقليص مستوى البطالة المتنامية، معتبرا ذلك عاملا مهما في تعزيز الشراكة وتوسيعها لتشمل مجالات عديدة أكثر فعالية وتحقيق تكامل بما يسهم في أحداث تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر على مستوى بلدان العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية. وأوضح في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر العالم العربي والصين الذي ينعقد في بكين أن مؤتمر الحوار الوطني يعد واحدة من أهم محطات التسوية السياسية في اليمن، وأن أبناء اليمن يعلقون على المؤتمر الآمال للخروج برؤية موحدة يجمع عليها ممثلو شرائح الشعب اليمني بما يحقق له الازدهار والرقي والحفاظ على وحدته آمنة ومستقرة. وأشار إلى وجود العديد من التحديات والصعاب التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي الصعب والجماعات المسلحة التي تتبنى خيارات العنف بدعم قوى إقليمية إضافة إلى تنظيم القاعدة. استوعب محمد عزان أحد مؤسسي تنظيم الشباب المؤمن من القول أن هناك حرية متاحة في محافظة صعدة بعد أن سيطرت عليها جماعة الحوثيين مطلع العام 2011، وقال إنه لا يمكن تصديق ذلك إلا عندما نرى مظاهرة في وسط المدينة ترفع صورا مضادة لجماعة الحوثي أو فكرا مناوئا لها دون أن يتم تضييقه أو الاعتداء عليه. واقترح عزان في ندوة حول قضية محافظة صعدة أقامها المركز اليمني للدراسات والبحوث الاستراتيجية حلولا تتضمن إعلان صلح يتم فيه الاعتذار للضحايا وإغلاق السجون الخاصة بالجماعة وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والاعتراف بالدولة ورفع المظاهر المسلحة النازحين من العودة دون شروط، كما طلب بإعادة من تم إقصاؤهم من الوظائف الحكومية والذين تم استبدالهم بموظفين حوثيين، داعيا الجماعة لممارسة العمل السياسي للوصول إلى السلطة بدلا من الميل إلى العنف. احتفلت جامعة البيضاء بتخرج 236 خريجا وخريجة من مختلف الأقسام والتخصصات العلمية بكلية التربية والعلوم برداع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يوما من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. هذا حال خريجي كلية التربية والعلوم بردع، وهم يخطون خطوات للأمام ويصنعون مستقبلهم. زملائي وزميلاتي خريجي وخريجاتي، الحوار ما جنا، واقول لهم انتم لجميع الخريجين والخريجات تخرجهم وانتقالهم من كراسي الدراسة والمثابرة والجد والاجتهاد إلى كراسي العمل، نتمنى أن يكونوا لبنة صحيحة في بناء اليمن الجديد. وفي كلمة رئيس جامعة البيضاء الدكتور سيلان العرامي هنأ فيها خريجي دفعة الحوار نهجنا، مشيرا إلى أن هذا اليوم يأتي تتويجا لجهود الخريجين والخريجات في التحصيل العلمي، وأن تسمية الدفعة يأتي من سعي جامعة البيضاء لإنجاح الحوار الوطني. وفي نهاية الحفل تقدم الدكتور سنان مقبل جرعون وكيل المحافظ لشؤون قطاع ردع، والدكتور سيان العرامي رئيس الجامعة وعميد كلية التربية بردع بتكريم 236 خريجا وخريجة. ونحط رحالنا في الضالع، حيث عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب بالمحافظة اجتماعها الدوري، وقد قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية فاروق صالح علي القيفي في تصريح صحفي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها جدول الأعمال والمهام التي يجب القيام بها، و اطلعت على المحضر السابق وأقرت، وفي الاجتماع ناقشت أسماء المشاركين في الورش من جميع المكونات الثورية وإقرارها ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، مؤكدة على ضرورة تمثيل المرأة بنسبة 30% وفقا للائحة. ختام النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. أحرار ذمار يستقبلون 8 من شباب الثورة المفرج عنهم، وجمعة ثورتنا معتقلة تطالب بإقالة النائب العام. خطيب عدن يبعث برسالة تقدير لوزيرة حقوق الإنسان على دورها في تحرير معتقلي الثورة. والمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية، زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.